اهلا اهلا. موضوعنا اليوم عن الناس اللي تعاني من الدوار او الشعور بالسقوط او الدوخه. شنو المشكله وشنو البرنامج الغذائي اللي المفروض يمشي عليه الشخص اللي دائما تيله الدوره او الدوخه او يحس بشعور السقوط؟ تابعوا السنابات الجايه، واذا كنت بالانستغرام لف الشاشه لليسار. من اهم اسباب الشعور بالسقوط او الدوخه كثرة تناول السكريات، خصوصا اذا صار على مدار السنين. السالفة هذه تخلي معدل سكر الدم عندك مو مستقر، مرة مصعدة فوق مرة نازل تحت، تعطيه سكر يريد يصعد فوق، خصوصا اللي يحبون سكريات وايد. فاذا ما صار عندك انتظام في سكر الدم يشقح صاعد نازل، النتيجة الشعور بالدوخة او الدوران. ويمكن بداية الموضوع اذا دخت وخذيت شوية سكريات تصحى، بس بعدين حتى لما تاخذ سكر ما راح يفيد معك، حتى لما تاخذ حلويات او كاكاو، لان سكر الدم يكون مشعل لفوق. فالافراط في تناول السكريات خصوصا على مدار السنين قد يسبب الدوخه والشعور بالسقوط، او يمكن هذه الحاله اللي انت قاعد تمر فيها. ايضا من اهم اسباب الشعور بالسقوط عدم اخذ كفايتك من النوم باليوم. اذا ما تنام عدل اليوم كامل او تنام ساعات قليله طول اليوم تحس انك بتطيح على وجهك، والسبب قلة النوم. ايضا من اهم اسباب الشعور بالسقوط الافراط في تناول الموالح. فش يصير عندك؟ يصير عندك ارتفاع في ضغط الدم، فتحس راسك ثقيل مصدع، وتحس بشعور السقوط بسبب الافراط في تناول الموالح. ايضا احد اهم اسباب الشعور بالسقوط انه يكون عندك مشكلة المايغرين او الصداع النصفي، واغلب اللي فيهم صداع نصفي ما يدرون ان فيهم صداع نصفي. اعراض الصداع النصفي غير الشعور بالسقوط، الشعور دائما انك مصدع حتى اول ما تقوم من النوم، اي صوت حتى لو خفيف يبدا يزعج اذونك، الاضواء حتى الخفيفه او المتوسطه تزعج عينك، فتقوم تتحسس من الضوء ويصير الضوء يزعجك، تقوم تتحسس من الصوت، وتقوم الاصوات والاضواء تجيب لك دوخه، وودك تطفي كل الاضواء وودك تسكت كل الاصوات. غالبا هذا يكون صداع نصفي او مايغرين. ايضا من اهم اسباب الشعور بالدوخه او اللفه او الشعور بالسقوط انه يكون عندك مرض مزمن يمكن انت ما تدري عنه، مثلا مرض السكري. ترى ممكن فيك مرض السكري وانت ما تدري، فدائما تحس بشعور السقوط لان السكر بجسمك مو متزن، او عندك ارتفاع في ضغط الدم والضغط بجسمك مو متزن فتحس بشعور السقوط وانت ما تدري ان فيك ضغط او سكري. ايضا ممكن يكون عندك فقر دم، فدايما تحس بشعور السقوط وانت ما تدري اصلا عندك فقر دم. وايضا الناس الضعيفة وايد يقولك انا ضعيف ما اعاني من امراض ما اعاني من مشاكل، ترى غالبا الاضعاف يكون عندهم فقر دم، وبالتالي يشعرون بشعور السقوط رغم انه ما عندهم سكري ولا عندهم ضغط، بس دائما يشعر بالدوار ودائما يشعر بشعور السقوط حتى لو كان ضعيف عسل. ايضا ممكن يكون سبب الشعور بالسقوط انك مو ماكل فترة طويلة. ترى الانسان حتى الطبيعي اللي ما ياكل مدة طويلة يحس بالدوخة، يحس بيطيح على وجهه. وممكن يكون بسبب قلة شرب الماي، مو شارب ماي مدة طويلة، اجهاد تعب شمس، تشعر بشعور السقوط خصوصا اذا كان شغلك تحت الشمس او قاعد تمشي مشاوير وايد تحت الشمس. ايضا من اسباب السقوط انك مسوي نظام غذائي غلط، نظام غذائي يدخلك بالطوفه، قليل جدا بالسعرات الحراريه ما توفي احتياج جسمك، فتشعر بالدوخه بسبب ان النظام الغذائي اللي قاعد تمشي عليه حتى لو من دكتور حتى لو من مختص مو مناسب حق جسمك، فعلى طول تحس بشعور الدوره والسقوط. هذه الغلطه طبعا ما تكون منك، انت رايح حق الشخص الخطأ. هذا السبب اللي تشوفونه بكل انظمتي الغذائيه، ما احب اعطي نظام قليل جدا بالسعرات الحراريه رغم انه يحنون علي وايد، ولكن بالنسبه لي شخصيا تاكل وينزل وزنك ببطء احسن من ما تاكل وينزل وزنك سريع وتطيح على وجهك. ايضا من اهم اسباب السقوط التعرض لضغط نفسي يستمر معك سنين. الضغط النفسي اذا استمر مع الانسان مده طويله معناته ان التفكير بالمشكله استمر معك مده طويله، والتفكير متعب مثل جهدك بالنادي والرياضه، بس قاعد تعب مخك، واذا تعب المخ غالبا يتاثر النوم، واذا تاثر النوم نرجع حق الموال اللي تكلمنا عنه بالسنابات اللي طافت. بسبب قله النوم تزيد عندك الرغبه في تناول السكريات، تقوم تتناول سكريات اكثر، وبالتالي ترتفع نسبه السكر بالدم عندك، وبالتالي صداع بسبب ارتفاع سكر الدم عندك لمستويات عاليه مده طويله. قلة النوم بروحها تسبب الشعور بالسقوط، قلة النوم تؤدي إلى تناول الكثير من الكربوهيدرات،
قلة النوم تؤدي إلى تشهي السكريات. قلة النوم تؤدي إلى تناول مزيد من الأكل والطعام. جميع ما سبق يؤثر على مستوى السكر بالدم، مستوى ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم، الصداع النصفي، وبالتالي الشعور بالسقوط. بآخر سنابه بتكلم بعجالة شلون الشخص اللي دايما يحس بسقوط يسوي له نظام غذائي صحي مفيد حق حالة الشعور المستمر بالسقوط. الريوق راح يكون خبز بروتين مع أي نوع جبن تبون، وإذا تحبون السلطة داخل الصمونة أو خارجها عادي جدا. الغداء عيش أبيض أو أسمر مع لحم أو دياي أو سمك، وأيضا مسموح معهم السلطة. العشاء خبز شعير مع أي نوع مرق تبون، أو تقدرون تأكلون سباجيتي على العشاء. تقدرون تضيفون السلطة لأي وجبة من وجباتكم، أي نوع سلطة. أهم شيء تسويه عشان تتجنب الشعور بالسقوط، يفضل السناكات كلها تكون خضروات وفواكه أو كاكاوات البروتين القليلة بالسكر، لأن احنا قلنا ما نبي نسوي مشكلة ارتفاع السكر بجسمك. وإذا ما تبي كاكاو البروتين، أي كاكاو من الجمعية منخفض السكر. إذا تبي كاكاوات الجمعية العادية عادي، بشرط أن السعرات ما تزيد عن 200 ل 250 سعرة. وسناك الكاكاو يكون مرة باليوم وبس والله.